شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذه الليلة ليلة الجمعة، وليلة الجمعة ويوم الجمعة لهما تعلق بمولانا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. لعل هذا التعلق بالإمام المهدي ناشئ من عدة أمور، من هذه الأمور أن ولادة الإمام المهدي كانت في يوم الجمعة، ومنها أن انتقال الإمامة إلى الإمام المهدي كان في يوم الجمعة، ومنها أن ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في يوم الجمعة، ومنها أن غلبته على أعدائه في يوم الجمعة. لعل هذه من العوامل في تعلق يوم الجمعة وليلة الجمعة بالإمام المهدي. ولذلك إذا نراجع كتب الأحاديث نجد أن هنالك أعمالا كثيرة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة تتعلق بالإمام المهدي. مثلا في يوم الجمعة دعاء الندبة المشهور، أن دعاء الندبة في يوم الجمعة، ولكن هنالك أدلة
تدل على أن دعاء الندبة في ليلة الجمعة أيضا، يعني في مثل هذه الليلة، وإن كان هذا الشيء غير مشهور وغير معروف. وقد كتب أحد رجال الدين كتابا حول دعاء الندبة، موجود طبع في قم، وتناول في هذا الكتاب حديث أو دعاء الندبة من ناحية السند أولا والمتن ثانيا. الدعاء للإمام المهدي في يوم الجمعة بعد صلاة الغداة وارد في الروايات، وعند الزوال وارد في الروايات، وفي قنوت صلاة الجمعة الدعاء للإمام وارد في الروايات، وفي قنوت صلاة الظهر من يوم الجمعة وارد في الروايات، وبعد صلاة العصر من يوم الجمعة وارد في الروايات، وفي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وارد في الروايات. والساعة الأخيرة من يوم الجمعة لها أهمية كبيرة. الزهراء صلوات الله عليها على ما ببالي كانت تأمر خادمتها أن ترتقي في مكان عال، فإذا الشمس غرب بعضها، يعني هذا القرص بعضه غاب وبعضه لا زال ظاهرا، كانت تقول أنبئيني بهذا الوقت حتى أدعو في هذا الوقت. هذا الوقت مؤثر جدا للدعاء بالذات. إذا واحد عنده حاجة دنيوية أخروية عامة خاصة، هذا الوقت وقت ملائم. على كل حال، الساعة الأخيرة كما في الروايات من يوم الجمعة، ولا نعني تلك اللحظة بالذات، اللفظ الوارد الساعة الأخيرة، هذا ورد فيه الدعاء للإمام المهدي، بل كل ساعات الجمعة يوم الجمعة ورد فيها الدعاء للإمام المهدي. فعلى كل حال، هذه الليلة ويوم غد لهما نوع تعلق بالإمام المهدي. في هذه الليلة نتحدث باختصار من باب نقل التمر إلى حجر بحضور العلماء والخطباء، ولكن من باب التذكرة أتحدث حول مواضيع أربعة. الموضوع الأول، هذه الموضوعات تتعلق بتذكر الإمام المهدي والتوجه إليه. الموضوع الأول مفهوم التذكر. الموضوع الثاني مناشئ التذكر. الموضوع الثالث أنواع التذكر. الموضوع الرابع مظاهر التذكر.
الموضوع الأول مفهوم التذكر، الشيء الذي يبدو أن التذكر يقابل الغفلة أو يقابل النسيان. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: واذكر ربك إذا نسيت. فالتذكر في هذه الآية الكريمة جعل مقابلا وبديلا للنسيان. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالذكر جعل مقابلا للغفلة. فالذكر يقابل الغفلة أو يقابل النسيان. ما هو هذا النوع من التقابل؟ كما قرأتم في المنطق أنواع التقابل أربعة. الظاهر أن تقابل النقيضين غير موجود في المقام، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. هل ينطبق هذا الضابط على التذكر والنسيان؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا، هذا الضابط مو منطبق. هذا الجدار متذكر أو غافل؟ لا متذكر ولا غافل. بينما ارتفاع النقيضين عن أي موجود محال، حتى الواجب تعالى لا يرتفع عنه النقيضان مثل الوجود والعدم. فتقابل النقيضين كما يبدو غير محقق. تقابل الضدين متحقق في المقام؟ الظاهر لا، لأن الضدين كما عرفوهما أمران وجوديان يتعاقبان على المحل الواحد. الغفلة كما يبدو مو أمر وجودي، النسيان كما يبدو مو أمر وجودي. النسيان يعني الغيبة، غيبة الشيء عن الذهن، غيبة الشيء عن الذاكرة. الذكر يعني حضور المذكور عند الذاكر، أو حضور صورة المذكور عند الذاكر، أو حضور ماهية المذكور عند الذاكر. هذه تعبيرات مختلفة قد نعبر بها عن الذكر. النسيان يعني غيبة المهية أو غيبة الصورة عن الذاكر. الغيبة كما يبدو مو أمر وجودي، أمر عدمي. فبناء على ذلك تقابل الضدين أيضا غير متحقق في المقام. النوع الثالث تقابل المتضايفين. المتضايفان أمران متكافئان تحققا وتعقلا، لا يمكن أن يتحقق أحدهما بدون تحقق الآخر، ولا يمكن أن يتعقل أحدهما بدون تعقل الآخر. هذا الضابط منطبق في المقام؟ لا.
الذكر وجوده متقوم بوجود الغفلة؟ لا، قد يكون ذكر ولا غفل، وقد تكون غفلة ولا ذكر. واحد نشأ في غابات إفريقيا وهو غافل عن حقيقة من الحقائق، هذا غافل، وجود هذه الغفلة غير متقوم بوجود الذكر والتذكر، فيبدو أنه تقابل المتضايفين، تقابل التضايف أيضا غير متحقق في المقام، فلا يبقى إلا النوع الأخير من أنواع التقابل، وهو تقابل العدم والملك، أمران وجودي وعدمي، أحدهما وجودي والثاني عدمي، لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما عن غير المحل القابل. العلاقة أو التقابل فيما بين الذكر والغفلة أو فيما بين الذكر والنسيان كما يبدو لنا في بادئ النظر، وإن كان الأمر يحتاج إلى تفكر أكثر، هو تقابل العدم والملك. هذا هو البحث الأول، مفهوم التذكر. التذكر هو حضور المذكور أو حضور صورة المذكور أو حضور ماهية المذكور لدى الذاكر، وتقابل هذه المعاني غيبة الصورة وغيبة الماهية وغيبة المذكور. هذا البحث الأول. البحث الثاني مناشئ التذكر. التذكر له مناشئ، لعل أهم هذه المناشئ أو من أهم هذه المناشئ العلاقة. العلاقة بشيء، واحد إذا عنده علاقة بشيء، حب لشيء، عشق لشيء، اشتياق لشيء، يذكره. كلما العلاقة كانت أكثر، الذكر يكون أكثر، وكلما كانت العلاقة أقل، الذكر يكون أقل. وطن من الأوطان، أنتوا عشتوا في وطن، ولدت في ذلك الوطن، أحياناً واحد عنده علاقة بذلك الوطن، دائماً يذكر ذلك الوطن، عنده علاقة. هذه العلاقة، العلاقة القلبية، تفرض التوجه الفكري والالتفات الدائم. هذا في العشق المجازي موجود. المجنون كلما كان يرى شيئاً كان يذكر من؟ يذكر الطرف، لأن عنده حب. حتى عندما يرى الجدار يقول هذا جدار أو هذه جدران ديار المحبوب. أمر على الجدار أو الديار، ديار كذا، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار.
عندما يرى نسيم قادم من ذات من ذلك الجانب من تلك الجهة يتوجه إلى محبوبه في الحب المجازي. الحب المجازي اللي هو حب وقتي عابر. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الحب الحقيقي الدائم الباقي يقول: فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعم. هذا الحب الحقيقي. لذلك المؤمن دائما بفكر الآخرة. المؤمن الحقيقي الذي يذكركم الله رؤيته، واحد عندما يشوفه يتذكر الآخرة، لأن هذا أصلا توجهه إلى الآخرة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه له كلمة جدا جميلة حقيقة، الخطبة جميلة، ما أتذكر في نهج البلاغة أو غير نهج البلاغة، من جملة مقاطع هذه الخطبة حول الدنيا أو أشياء الدنيا: وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم. كلش كلمة جيدة. الأصدقاء كلهم يتركونكم إلا إذا العلاقة كانت مبنية على التقوى. يوم يفر المرء من أخيه، هذا يتركك، أنت مترك، يعني لا تعلق قلبك به. الدار والأموال والرصيد في البنك هذا يتركنا بعد أيام، واحد ينتقل ينتهي، كل هذه الأشياء تتركنا. إحنا قبل ما تتركنا خلي الآن نترك. واحد لا يعلق قلبه بمتاع هذه الدنيا الفاني، الجاه والصيت والرئاسة والزعامة والشهرة والأضواء والمجلات والجرائد والراديوات، تتركنا في يوم من الأيام. من الآن نتركها، يعني لا يكون مهم عندنا أن نذكر أو لا نذكر، أو نشتهر أو لا نشتهر، إلا إذا كان ذلك حقيقة في خط الله. ذاك بحث ثاني. وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم. هذا في الحب الحقيقي. هذا دائما يفرغ، يعني دائما. أكو أظن حديث آخر: أرواحهم معلقة بالملأ الأعلى. نص الكلام أو مضمون الكلام، يعني أصلاً في عالم ثاني المؤمن. ليش يقولون للمؤمن أنه الشاعر يقول: أو خولطوا خبلاً حاشاهم الخبل؟ يقولون مجانين المؤمنين، لأن المؤمن يعيش معادلات ثانية، ما يعيش هذه المعادلات، يعيش مع المجتمع، مو أنه يروح في الأبراج العاجية أو في المنقطع البراري أو في كهوف الجبال هناك، لا، في المجتمع، لكن مو قلب معلق بهذا المجتمع، لأن كل هذه الأشياء سوف تتركنا، حتى زوجة الإنسان سوف تتركه. شو تسوي له؟ إلا إذا كانت العلاقة علاقة مبنية على التقوى والإيمان، ذاك بحث آخر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالإنسان إذا عنده علاقة بشيء، علاقة بشيء، هذه العلاقة القلبية تفرض عليه التذكر. وإحنا من الأشياء اللي حقيقة يجب أن نجدد النظر فيها، أتكلم حول نفسي، أنه إحنا علاقاتنا شنو؟ هذه العلاقات تظهر في لحظات الاحتضار. واحد في تلك اللحظات يفكر في علاقات.
إذا الآن واحد لاقى المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، شنو الشيء اللي يلح على ذهنه يطلبه من الله؟ ربما فد شيء، واحد مريض مثلا، هذا المرض يلح عليه كله يفكر فيه، مرض عنده نوع من المرض. إذا شاف الإمام شنو يطلب منه؟ يقول شافني، أطلب من الله شفائي. ليش؟ يعني ما يجي شيء آخر في ذهنه، هذا في ذهنه، شيء ثاني ما يجي فيه، فيطلب من الإمام ذلك. وقد اتفق لبعض الأشخاص ذلك، سووا أوراد، ختومات، أدعية، كذا، شافوا الإمام. إذا ماكو في ذهن الشيء، أكو بعض الأفراد ماكو في ذهنهم شيء يلح عليهم، ما يطلبون من الإمام شيء. إذا أكو شيء عادي يلح على ذهنه، يطلب ذاك الشيء العادي من الإمام، ويضيع هذه الفرصة المهمة. ليش؟ لأن علاقته بذاك الشيء العالي. لذلك واحد دائما يجب أن يحاول أن يجعل توجهه نحو الأشياء المهمة. قضيتان صغيرتان، إحداهما قرأتها في كتاب، والثانية سمعتها من بعض العلماء. القضية الأولى أنه واحد كان يطلب رؤية الإمام، يطلب ويدعو ويتضرع ويلح كأنه كان فلاح أو عالم، كان جزء عمله كان الفلاح، كأنه اسمه ما مكتوب بالكتاب فيما أتذكر أنه شنو الشغل الحقيقي كان. المهم كان يحرث في الأرض، فجأة شاف واحد قال له أنا الإمام اللي تطلبه، شنو تريد مني؟ أو قال له أنا من قبل الإمام، شنو تريد مني؟ الآن هاي الفرصة. حقيقة أنا كنت أفكر إذا مرة واحد نشوف الإمام، إذا في يوم من الأيام دخلت في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه وشفت الإمام الرضا، لا تتعجبوا من ذلك. أكو قضايا منقولة عن أولياء الله الذين شاهدوا الإمام الرضا. الإمام الرضا خب ما عنده حياة وموت، عندهم حياة وموت، ما عندهم حياة وموت. إحنا فكرنا في هذا الشيء أنه في يوم من الأيام نشوف الإمام الرضا صلوات الله عليه. عندما رحت إلى مشهد ودخلت الضريح ودخلت الحرام اللي فيه الضريح، فكرت أن تشاهد الإمام الرضا صلوات الله عليه. لو إحنا في عوالم ثانية ما عندهم حياتهم، موتهم كحياتهم، شفنا الإمام الرضا، شنو نطلب منه في تلك اللحظة؟ الشيء اللي يلح على ذهننا. ومع الأسف أن أغلب الأشياء اللي تلح على ذهننا وتؤثر فينا وتزعجنا أشياء عادية، ما أريد أعبر بتافهة، فت حاجات دنيوية عندنا. أنا ما أقول واحد لا يطلب الحاجات الدنيوية. الله قال لموسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أطلب مني حتى ملح عجينك وعلف دابتك، لكن ليكون هذا الذي يشغل كل مساحة فكرنا وكل حياتنا. فلان مرض، فلان تعويق، فلان مشكلة تنتهي. شاف الإمام، الإمام قال له شنو تريد مني؟ أو شاف واحد من قبل الإمام، لأن القضية بعيد أنا قارئ. اليوم مدورت عليها حتى أجدها ما وجدتها. ما أدري ليش هذا هالشكل، ما أدري كان عنده مثلا شك. على كل حال
كان عنده الكتاب مكتوب باللغة الفارسية، عنده بيل، بيل يعني مسحات. المهم مسحات اللي يحرثون بها الأرض. قال أنه هذا البيل حول إلى بارو. بارو هاي الأشياء اللي الثلوج عندما تجي في إيران على أسطح المنازل يلقونها. قال شنو تريد؟ قال إن بيرا باروكم. ما أدري يعني شاك أن هذا الإمام مو الإمام مثلا لأي شيء. فجأة رأى أن بيله تحول إلى بارو وغاب الرجل. بعدين لعله يعني أخذ يلطم على رأسه، تأثر يعني، قال أنه رأينا الإمام أو رأينا هذا الرجل الخارق للعادة من قبل الإمام أو ولي من أولياء الله، ما استفدنا وتضررنا لأن البيل يجي من عمل البارو، أما البارو ما يجي من عمل البيل. صحيح؟ ما استفدنا شيء. طبعا هذه درجة من اللياقة، أنه واحد يوفق لمشاهدة الإمام ولو لحظة، هذا مقدار من اللياقة، أنه واحد يشوف يسمع ولو صوت الإمام، هذا مقدار من اللياقة. هذا مقدار من اللياقة أنه واحد يشوف الإمام ولو في عالم الرؤيا. هذه مراتب، عندنا الرؤيا وعندنا الصوت هاي مرتبة ثانية، وعندنا عالم المكاشفة هذه مرتبة ثالثة، وعندنا الرؤية الحسية هذه مرتبة رابعة. مراتب. هذه القضية التي قرأتها في كتاب. القضية الثانية نقلها لأحد العلماء، هو من علماء طهران، كان ينقل خصوصيات القضية. الآن أنا ما أتذكر الخصوصيات، ما كتبتها في نفس الوقت، مجمل القضية. ما أدري هاي القضية في إبان الحرب العالمية الثانية كان قبلها بعدها، على كل حال واحد كان يتضرع ويطلب ويلح أن يرى الإمام. فجأة رأى الإمام أو رأى رجلا خارقا من قبل الإمام. قال أنت تدعو الإمام وتطلب من الإمام، شنو تريد؟ أنا الإمام أو أنا من قبل الإمام؟ ذاك الوقت هذا العالم كان ينقل لي كانت هنالك أزمة كركم في طهران. كركم خو تدرون يعني شنو؟ هذا الشيء الأصفر اللي يخلوه بالمي لحم وكذا. كركم كان أكو، ما أدري على أثر الحرب أو أثر شنو، ما كان، وكأن أكلهم المهم ذاك الوقت كان مي لحم، فالكركم كان عنصر مقوم. هذا الرجل اللي كان الإمام أو واحد من قبل ما قال شنو تريد؟ قال أنه كل شيء ما أجى في ذهنه. شنو اللي أجى في ذهنه؟ هذا الشيء اللي يلح على ذهنه كل يوم عندما يتغدى وعندما يدخل البيت. قال أريد كركم. غاب الرجل. قال من ذلك اليوم لم ينقطع الكركم عن بيتنا. اجى افرض واحد من شمال ايران وجاب لنا قونية كركم، بعد بيتنا كان في فائض من الكركم. هاي قضيتنا مو قضيته. قضيتنا احنا اذا يوم من الايام نشوف الامام، اذا يحصل لنا هذا الشرف وهذا التوفيق، ماذا نطلب من الإمام؟ الشيء الذي لنا علاقة به، هذا هو الذي نطلبه. إذا واحد دائما خائف من حسن العاقبة وسوء العاقبة، من العاقبة أول ما يجي في ذهنه قضية العاقبة. لعل أهم حاجة شخصية لنا حسن العاقبة.
واحد بعد هذا العمر لا تنتهي عاقبته إلى شر والعياذ بالله، انتهى بعد. اللحظة الأخيرة هي التي تقرر الحياة الأبدية. إذا واحد هذا الشيء يلح على ذهنه دائما عندما يشوف الإمام يقول أريد حسن العاقبة وهكذا، فإحنا لازم نفكر حقيقة أولوياتنا شنو هي، علاقتنا بماذا، حبنا لأي شيء، ونترك ما يتركنا، وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم. وهنالك قضايا كثيرة في أفراد فتحت لهم أبواب وضيعوا تلك الفرص الذهبية. إن شاء الله إذا رحتوا إلى مشهد فكروا شنو أولوياتكم. واحد يطلب خير الدنيا والآخرة له ولجميع المؤمنين ولجميع البشر، هذا واضح، يدعو لكل شيء، لكن شنو أولوياته؟ يركز عليها. وواحدة من الأولويات ظهور الإمام صلوات الله عليه، هذه من الأولويات. الليلة إذا وفقنا وذهبنا إلى حرم السيدة المعصومة صلوات الله عليها، واحد يفكر شنو يطلب من الله سبحانه وتعالى، واحد يفكر فيها كثير من الأشياء ما نعرفها، نكلها إلى الله، نقول اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمه، وأعوذ بك من كل سوء أحاط به علمه، كثير من الأشياء ما نعرفها. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الأول مفهوم الذكر، الموضوع الثاني مناشئ الذكر. الموضوع الثالث أنواع الذكر أو أنواع التوجه. التوجه له نوعان رئيسيان. النوع الأول التوجه الاضطراري، هذا جدا مهم. إحنا عندما نبتلى بمشكلة أول شيء نفكر في الوسائل المادية. إذا واحد تمرض أول شيء يفكر إلى أي طبيب يذهب، وهذا خطأ. يجب أن نفكر في الوسائل المادية، الله أمر بذلك، ولكن إحنا أول شيء أولية رتبية، مو مراد الأولية الزمانية، الأولية الرتبية للتوجه إلى الله وإلى أولياء الله. حتى إذا توجهنا إلى العلل الوسائط المادية باعتبار أن الله أمر بذلك، باعتبار أنها مجرى لإرادة الله سبحانه وتعالى. نقل لي واحد قضية لطيفة، الأطباء القدامى كانوا يكتبون هو الشافي، شايفين هو الشافي، يعني أنا ما إلي دور، الله هو الشافي، أنا مجرد وسيلة ظاهرية على قول الحاج السبزواري. وهل بتوليد أو إعداد ثبت أو بالتوافي عادة الله جرت. هذه العلل المادية مو مولدة، إما يحكمها قانون التوافي وإما يحكمها قانون الإعداد. الفلاسفة عموما المتأخرين منهم رأيهم
نظرية الإعداد، هذا مجرد معد. واحد كان ينقل لي قضية لطيفة، كان يقول كان أكو طبيب في أصفهان، هذا الطبيب كان يجو مرضى فيكتب لهم العلاج، بعدين كان يسأل أسماءهم شنو اسمك ويكتب أسماءهم في ورقة. كانوا يقولون ليش هذا الشيء، ليش تكتب أسماءهم في ورقة، شوفوا التوجه. المهم قال في الواقع أنا أصف أشياء مو معلوم، ولكن أنا اعتمادي أني في صلاة الليل أدعو أن يجعل الله التأثير في هذه الأعشاب التي وصفتها. هذا التوجه، هذا توجه المؤمن. والد الشيخ عبد الكريم الحائري في القصة المعروفة قال يا الله أنا من الأول أخطأت حيث طرقت غير أبوابه، في قصته اللي الله على أثرها إطاء الشيخ عبد الكريم الحائري. التوجه الاضطراري، واحد في حالات الاضطرار في حالات المشاكل ينقطع إلى الله وإلى أولياء الله، هذا النوع الأول. أحد الإخوة الموجودين الآن في مشهد نقل لي هذه القضية، والقضايا كثير في هذا المجال. قال أنا عندما كنت طفل كان عمره حدود 11 عام ذهبت مع والدي إلى الحج، هاي القضية مال قبل 50 عام تقريبا. أظن والده كان حملدار، قال أنه رحت إلى الحج بالذهاب أو بالإياب بالسيارات الكبيرة، ضللنا الطريق والصحاري هناك في الربع الخالي أو غير الربع الخالي، ربع راب على كل حال في تلك المناطق. قال كان هنالك وادي يقال له، يعني كان معروف على الألسنة يقال له وادي العدم. إذا واحد كان يجي في هذه الصحراء أو هذا الوادي كان ينتهي، لأن شارع كان أكو، جادة كانت أكو، والأرض رملية، الرمال كانت تجي على الشارع ومعالم الشارع تضيء. بعد إذا واحد ضاع في تلك الصحاري انتهى. قال إحنا تيهنا، وأنا ذاك الوقت عمري 11 عام، تيهنا وكلما مشينا يمينا شمالا ما وجدنا الطريق. قال الظهر قالوا للقافلة أنه بعد وضوء ماكو، لا تتوضأ، ما ينتهي، اتيمموا. المغرب قالوا للقافلة اقتصدوا في شرب الماء. على كل حال قال حالة عجيبة، يقول أنا ذاك الوقت طفل ما أفتهم، ولكن القافلة الكبار واحد الموت جدا يخيف، ما أدري شايفين الموت لو ما شايفين الموت، المهم جدا مخيف حقيقة، إلا إذا واحد حضر شغله وشاد أمتعته ومترقب لحظة لقاء الله ما يخاف من الموت. ما الراكبين صحراء البحر في الأمواج العاتية، شنو حالة الإنسان في تلك اللحظة؟ شايفين الحريق لو ما شايفين الحريق، والعياذ بالله.
أجاركم الله وأجارنا جميعا. شايفين الزلازل وما شايفين الزلازل، تلك الحالة اللي تحدث للإنسان في حالة الزلزلة. على كل حال، قال أفراد القافلة جدا وضعهم كان وخيم. يقول نمنا تلك الليلة، الصبح قمنا وتيممنا وصلينا صلاة الصبح، يعني القافلة صلوا، أي أمل ماكو. بعثوا أفراد يمين شمال، أربع أطراف بعثوا أفراد، ما وجدوا أثر. يقول أنا كنت هناك فد مرة شفت والدي دا يبتعد عن القافلة. يقول أنا على أثر طفولة قلت أروح وراء والدي. يقول رحت وأنا أقفز فوق الرمال. المهم يقول والدي ابتعد ابتعد، مرة التفت إلى أنه صوت أكو وراء، التفت شافني فأمرني بالرجوع. يقول أنا رجعت. بعدين والدي كان ناقل هذه القضية أنه أنا شفت بعد أي أمل ماكو، ففكرت في الاستغاثة بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. فرحت قلت أروح مكان خلوة، أظن قال لعله قال صليت ركعتين وأخذت أردد هذه الكلمات: بك المستغاث يا أبا صالح. أردد هذه الكلمات وإذا بي أسمع صوتا، صوت أنه ماذا تريد؟ هنا يجي نفس الشيء، ماذا تريد؟ يقول أنا، يعني هذا الابن كان يقول أبويا كان إلى شغل بالطريق، ما كان إلى شغل بالإمام صلوات الله عليه. الابن كان يقول الصوت قال مضمون القضية ماذا تريد؟ قلت أريد الطريق، شايف الإمام؟ لكن اللي يلح علي الطريق هذا هو. قلت أريد الطريق. صديقنا الآن حي في مشهد وأغلبكم تعرفونه، يعني أغلب الإخوة المقيمين في قوم. المهم قال الطريق عند السيارات. يقول أبويا عاد قال لسائق السيارات يلا اركبوا السيارات. قالوا وين؟ قال الطريق قريب هنا تحرك. قالوا بحثنا الوفود بحثت. قال ما عليكم. يقول ركبنا السيارات وحركناها وعلى بعد خطوات وجدنا الطريق. العام رحمه الله، العم الشهيد في إبان اعتقاله، راجعوا مقدمة كلمة الإمام المهدي صلوات الله عليه، هناك في تلك السجون الرهيبة توسل بالإمام ونذر للإمام أنه إذا الله نجاه من هذه المحنة أن يكتب كتابا حول الإمام المهدي، وهذا الكتاب كلمة الإمام المهدي نتيجة ذلك النذر، وله قصة راجعوها في الكتاب. هذا النوع الأول، التوجه الاضطراري. أكو نوع ثاني من التوجه، التوجه الاختياري. هذا جدا مهم. جميع البركات الموجودة في التوجه الاضطراري موجودة في التوجه الاختياري. طبعا أنا أستخدم كلمة التوجه الاختياري طبق معادلاتنا، وإلا في الواقع إحنا دائما في حالة اضطرار. إذا واحد يتأمل، مو اللي عنده مريض هذا مضطر فقط، إحنا دائما في حالة اضطرار، وكلما مقام الإنسان يعلو أكثر اضطراره يكون أكثر. هذا مثل واحد دا يصعد فوق جبل، كل ما يصعد أكثر دا يرتفع، لكن خطورته دا تصير أكثر، لأن شوية إذا تعادله يختل ينتهي. إحنا دائما في حالة اضطرار،
احنا اللحظة اللي نرتاح فيها اللحظة اللي نغمض عيوننا ونطمئن، هذه لحظة الاطمئنان. اكو في الدعاء وكيف لا ابكي مضمون الجمل ولا اعلم ماذا يكون مصيري، اضطرار، اضطرار، واحد ما يعلم ان نتيجته ونهايته الشقاء الابدي او السعادة الابدية، هذا مو اضطرار، اضطرار شديد. لكن احنا يعني انا وامثالي كثيرا ما لا نشعر بذلك. احنا الافات المحيطة بنا، الافات المحيطة بنا التي لا نعلمها ولا نتوجه إليها، يمكن بالآخرة نتوجه إليها. إحنا يمكن في كل لحظة، حتى إذا نلاحظ المعادلات المادية المحدودة، ثم ندري شنو وضع. لكن سمو جارات نعبر بال توجه الاختياري، يعني واحد في حالة رفاهية من الناحية الظاهرية، ما عنده مشكلة من الناحية الظاهرية، ما يعاني من شيء، مو في ضائقة مالية، التوجه الاختياري، التوجه إلى في الحديث أكو أن المؤمن إذا كان يدعو في أيام الرخاء فدعا في أيام الشدة يقال هذا صوت معروف. مثل واحد عندكم صداقة وياه، كل ليلة تروحون إلى بيته إلى ديوانيته، ليلة من الليالي صارت عندكم مشكلة تروحون عنده، معقول. أما واحد لا يعرفكم لا يجي عندكم، بس ما صارت المشكلة يجي يدق أبوابكم، هذا قضية واقفة حقيقة. وصدق يعبر عن نوع من الصلاف، واحد ينسى الله يغفل عن الله، عندما تصير مشكلة تقول يا الله قبل وين كان. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الذي هو ولي نعمتنا، يعني الله جعله ولي النعمة، بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، كل نفس نتنفسه ببركته. يجب أن نذكره. أكو في دعاء في إكمال الدين للصدوق في كتاب إكمال الدين من جملة فقرات الأدعية: ولا تنسنا ذكره، لا ننسى ذكره، يعني دائم هذا الذكر قطعا إلى بركة. واحد أصلا ما يذكر الإمام المهدي، ما يتوجه إليه، واحد عندما يفتح عينه أول الصباح يرى أن بقاءه ببركة الإمام المهدي، يعني الله جعل ذلك، كما أن بقاءنا من الناحية المادية ببركة الشمس. إذا الشمس ما كانت إحنا ما كنا نتمكن. هذا المثال المتواضع. أو الجاذبية إذا ما كانت، يمكن في لحظة كلنا كنا نفنى باصطدام الكواكب بعضها بالبعض الآخر. أول ما يفتح عينه يرى أن بقاءه ببركة الإمام المهدي. عندما يريد أن يخرج من بيته يتذكر الإمام. شايفين الجواهر، جواهر الكلام لصاحب الجواهر، بعض الأماكن أول ما يبدأ يا معين أعني، التوجه إلى الله. واحد أصلا مو متوجه إلى الله تعالى، واحد أول خطوة يلتفت إليها ويتوجه إليها أن الله هو المعين، أنه هذا مو مني، هذا من الله تعالى، ماكو فرق بين الاثنين. أكو واحد كل يوم جمعة عصرا يذهب ويناجي الإمام ويتوسل بالإمام ويدعو للإمام،
واحد أصلا غافل عن ذلك. هل يستوي؟ معقول؟ قطعا البركات التي يفيضها الإمام بإذن الله سبحانه وتعالى على هذا أكثر من ذلك. الجد رحمه الله كما ينقل عنه كان مقيد عصر الجمعة قبل الغروب، كان يصعد في فوق السطح ويدعو ويتوسل ويناجي الإمام. واحد عصر الجمعة ينام إلى المغرب لو يقعد في حديث فارغ، هل يستويان؟ قطعا لا يستويان. واحد كل ليلة يذهب إلى حرم السيدة المعصومة أو على الأقل في ليالي الجمعة ويتوسل ويتضرع لدنياه لآخرته للآخرين، للآخرين أيضا، الناس اللي عندهم مشاكل، الناس الواحد لا، على قول ذاك الرجل في قضية ما عليه بالقضية، قال أنا سنوات ما داخل حرم سيد الشهداء، كان دكانه أو محل مجاور لسيد الشهداء، قال أنا سنوات ما داخل في قضية، هل يستويان؟ هؤلاء الذين ترون أنه وفقوا في حياتهم، كانت أكو زوايا غيبية في حياتهم. شنو هاي الزاوية الغيبية؟ دعاء الآب. أنا شفت خطيب متفوق قبل ليالي، المهم قلت له أنا أظن أن هذا التفوق اللي عندك هذا دعاء أبوك لو دعاء أمك، لأن أعرف أبو، أنا أبو رجل متدين، هذا دعاء أبوك لازم يكون أو دعاء أمك أو واحد من آبائك من أجدادك. قال إيه هذا دعاء أبوي وأمي، ولا أنا ما عندي شيء. أكو زوايا غيبية في حياة الأفراد، فإحنا في الواقع يجب علينا ألا نكتفي بالتوجه الاضطراري. التوجه الاضطراري جيد، الله تعالى يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، الله يقبل، ولو هذه على كل حال مو من الأدب أنه واحد فقط في إبان الإضطرار يروح إلى الله سبحانه، لكن الله بكرمه بلطفه يقبل. ولكن واحد أولا يجب أنه دائما يشعر أنه في حالة اضطرار، وثانيا حتى إذا كان في حالة الاختيار يجب أن يطلب ويتوسل. المعادلة مع الله ومع أولياء الله سبحانه وتعالى خذ وطالب، لأنهم منبع الكرم، منبع الرحمة، منبع الجود. وإذا واحد ما طالب وما أخذ فاللوم عليه. نكتفي بهذا المقدار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا من نومة الغافلين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي، بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.